في مثل هذا اليوم من 34 عاماً رحل عنا الشيخ مصطفى نجل الباشا سليمان منصور منينة، قائم مقام جدابيا إبان الحكم العثماني، ثم عميد بلدية بنغازي من عام 1905 إلى عام 1907، وعضو مجلس إدارة الولاية، وهو الذي جمع في بيته رجال مدينة بنغازي لمناقشة الغزو الإيطالي عام 1911، والاتفاق إما على تسليم المدينة سلمياً بحسب شروط إيطاليا أو الجهاد، فكانت معركة جوليانا الشهيرة، فحكم بالمؤبد ونفي إلى إيطاليا وتوفي في المعتقل عام 1916. ولد الشيخ مصطفى سليمان منينة عام 1906، ونال قسطاً من التعليم الديني، وحفظ ما تيسر له من القرآن الكريم، وفي مطلع الاستقلال عين مديراً للأوقاف، ثم انتخب عضواً بمجلس الشيوخ عام 1956، وتكرر تعيينه عام 1967. ظل تواجده اليومي أمام بيت عائلته بشارع قصر حمد مألوفاً، مضيفاً على الشارع وقار، وكأنه يؤكد أن هذا البيت كان المقر الرسمي للاحتفال السنوي بذكرى وفاة السيد محمد بن علي السنوسي مؤسس الدعوة السنوسية، منذ أن خصصت العائلة من أملاكهم مقراً للزاوية السنوسية بشارع قصر حمد، وهي التي أصبحت من بعد سقوط الملكية مسجداً ما زال قائماً حتى يومنا هذا. صداقته ووفاؤه لرفاقه شاعر الوطن أحمد رفيق المهدوي والدكتور علي العنيزي ورمضان الكيخية وعبد بن غلبون ورجب بن كاطو وجاره الحاج مرسي جويدر ظلت محل إعجاب الجيل الذي عاصر وعمل على قيام الدولة الليبية حتى رحيلهم. رحيله عنا كان يوم 30 من أكتوبر من عام 1985.